الفنانة السورية نسرين طافش تعلن زواجها والمباركات تنهال عليها بعد كشفها مواصفات رجل أحلامها. أهلا بكم. نسرين طافش فاجأت متابعيها بالإعلان عن ارتباطها خلال الساعات الماضية أثناء وجودها في مصر، في خطوة جاءت بعد فترة من كشفها عن مواصفات رجل أحلامها، وقد حرص النجوم على تقديم التهنئة لها على هذه الخطوة. الفنانة السورية نسرين طافش نشرت عبر حسابها على انستغرام صورة لخاتم زفاف في يدها اليسرى التي كان يمسكها شريكها. الصورة التي نشرتها الفنانة السورية نسرين طافش ولم تكشف الفنانة السورية عن اسمه أو أي معلومة عنه، بل اكتفت بنشر الصورة ونشر تعليق مختصر عليها تمنت فيها أن يبارك الله في هذا الارتباط وأن يجعله حبا أبديا. فكتبت الفنانة نسرين طافش: ما جمعه الله بارك الله في هذا الارتباط وحفظ هذا الحب إلى الأبد. وجاء هذا الإعلان بعد فترة قصيرة من حديث الفنانة السورية عن مواصفات رجل أحلامها خلال إجابتها على أسئلة المتابعين، والتي أكدت أنها تتمنى شخص واثقا في نفسه وصادقا وحنونا ويحب الحياة العائلية ويقدرها. وكان لافتا اختيار الفنانة السورية نسرين طافش لمجموعة من الهاشتاجات التي تعبر عن حالتها، وبينها: تزوجنا للتو وتوأم الروح. الفنانة السورية نسرين طافش حظيت الصورة التي نشرتها على اهتمام كبير من قبل متابعيها وأيضا زملائها في الوسط الفني. زملائها في الوسط الفني الذين حرصوا على تقديم التهاني لها على هذا الحدث السعيد. فكتبت الفنانة اللبنانية نادين الراسي تعليقا على الصورة، قالت فيه: شفرحت لك من نص قلبي، ألف مبروك يا فراشة الحياة، بعالم الحب تتهنوا يا رب. بينما علقت أيضا الفنانة السورية أمل عرفة على الصورة فكتبت: ألف مبروك، الله يسعدكم. كما وكان من بين المهنئين الفنان محمود نصر الذي قدم التهنئة لزميلته فكتب: ألف مبروك نسرين الجميلة، الله يهنيكم يا رب. وكان من النجوم الذين أيضا حرصوا على تهنئة الفنانة السورية كل من الفنانة إيمان العاصي وسارة نخلة ومنى عرفة ومعتصم النهار ودنيا عبد العزيز. الفنانة نسرين طافش عاشت خلال الفترة الماضية في فترة راحة من خلال إجازة صيفية تنقلت خلالها بين أكثر من مدينة مصرية، بالإضافة إلى إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة، حيث نشرت النجمة السورية العديد من الصور خلال جولتها الصيفية والتي خاضت خلالها مغامرة في مدينة الأقصر المصرية، بعدما قررت تحدي خوفها من الأماكن المرتفعة وأن تخوض تجربة مع المنطاد، والذي استطاعت من خلاله أن ترى مشاهد ساحرة للحظة شروق الشمس والحقول الخضراء. الفنانة نسرين طافش أكدت أن تجربة المنطاد سوف تعيد وتكررها، حيث أنها وصفتها بالممتعة وأن المشاهد الذي شاهدته فريدة في تفاصيله. ولدت الفنانة السورية نسرين طافش في 15 من شهر فبراير عام 82 في مدينة حلب في سوريا. والدها هو الشاعر الفلسطيني السوري يوسف طافش، ووالدتها من أصل جزائري وهي آخر شقيقاتها السبع. انتقلت نسرين طافش للعيش في العاصمة السورية دمشق عام 99، حيث درست التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية
وتخرجت منه في عام 2008. وبدأت نسرين مسيرتها الفنية في دور صغير مع المخرج باسل الخطيب في مسلسل هولاكو. في مسلسل هولاكو إلى جانب نخبة من الفنانين السوريين منهم عبد الرحمن الرشي وهاني الروماني وصباح الجزائري وأيمن زيدان ونورمان أسعد. في عام 2008 تزوجت الفنانة السورية نسرين طافش من رجل أعمال إماراتي، لكنهما انفصلا في عام 2013. وفي العامين 2017 و2018 اتجهت نسرين إلى الغناء، حيث أصدرت عدة أغاني منفردة هي متغير علي، 1 2 3 حبيبي، وإلا معك. وتمتلك الفنانة السورية نسرين طافش مجلة اسمتها نسرينا، لكنها قررت إيقاف إصدارها حتى إشعار آخر في العام 2012. وعينت نسرين سفيرة إنسانية للأطفال من قبل منظمة BCRF الدولية لإغاثة أطفال فلسطين والشرق الأوسط، وذلك خلال مؤتمر أقيم في دبي عام 2014. تعرضت الفنانة السورية نسرين طافش لانتقادات لاذعة من زملائها الفنانين، كان منهم باسم ياخور الذي اتهمها أنها فارقة المضمون ولا تمت للفن بصلة.